أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة بالجزائر. أكدت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر أنها مصرة على موقفها بتنظيم مسيرة 12 فيفري في العاصمة رغم رفض مصالح وزارة الداخلية منح الترخيص لهذه المسيرة. والمعروف أن الجزائر كانت قد شهدت منذ بداية التسعينات قلاقل وتوترات سياسية واجتماعية لا تهدأ إلا لتعود من جديد، حتى كاد يعتاد عليها المجتمع الجزائري. إلا أن احتجاجات الأسابيع الأخيرة أصبح لها وقع خاص وربما معنى آخر مستمد من ثورة الجارة تونس. يرى البعض أن الجزائر الدولة المغاربية الكبرى والغنية بالنفط والثروات مقبلة على مرحلة جديدة لم تشهد لها مثيلا منذ استقلال البلاد سنة 62، مرحلة ما يطلق عليه البعض الثورة العربية الكبرى القادمة. ما هي معالم الواقع الجزائري سياسيا واجتماعيا؟ وما هي معالم المستقبل الجزائري في ظل ما يتهيأ له البلد من احتجاجات؟ الجزائر هل تلتحق؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة من التغطية الخاصة، وقد استضفنا للحديث في هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ العربي زيتوت، وهو دبلوماسي سابق وعضو أمان حركة رشاد، وهي إحدى الهيئات الداعية لاحتجاجات يوم السبت القادم. أستاذ العربي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. قبل أن نبدأ في هذه التغطية الخاصة بالجزائر وربطها بعد ذلك بما يحدث في مصر، هل يمكن أن تعطينا فكرة ولو موجزة عن حركة رشاد؟ ما هي؟ من أنتم؟ بكل تأكيد مرحبا بك، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جميعا، حركة رشاد حركة أنشأها جزائريون في الداخل والخارج في 2007، بعد أن اتضح لنا أن هذا النظام بكل الدعاوي وبكل ما قالوا أنه يأخذ بالبلاد إلى كوارث حقيقية. طبعا اللي انضموا لحركة رشاد هم من أفاق سياسية مختلفة أو من أفكار سياسية مختلفة بشكل عام، وهدفهم الرئيسي هو تغيير نظام، تغيير جذري وتغيير كامل، واستبداله بنظام حكم راشد حيث تكون الحقوق والحريات مكفولة للجميع، ونستخدم في ذلك استخدام الطرق اللاعنفية أو إذا شئت الثورة الشعبية. نحن كنا أول من تحدث على أن التغيير في العالم العربي ليس له أي مجال إلا الثورة الشعبية، لأن وسائل الطرق الأخرى بما فيها الانتخابات أو بما فيها أشياء أخرى عديدة لا تسمح بها هذه الأنظمة المستبدة، وأنه إذا أردنا إحقاق تغيير في بلداننا فليكن عن طريق الشارع بالثورة الشعبية. الحمد لله جاءت البوادر وبدأت من تونس، الآن مصر على الأبواب أن تحدث تغيير دراماتيكي وسيكون له تأثير عالمي بكل تأكيد. ما حدث في تونس أيضا كان بداية، وكأنه يضع خارطة الطريق إذا شئت أو معالم للطريق إذا شئت، وحقيقة نحن نتجه نحو ربما سنة 2011 حيث ينتهي كل الاستبداد أو على الأقل معظم الاستبداد في منطقتنا العربية. نعم، أستاذ محمد العربي، أنت ذكرت أنه حركة رشاد تدعو إلى التغيير من خلال الثورة الشعبية. ما هو إذن موقفكم؟ نفهم من هذا أن موقفكم من هذا الإضراب الذي سيحصل، الذي تقرر اليوم 12 فيفري يوم السبت، 12 فبراير يوم السبت القادم، هل هو موقف إيجابي أم أنكم ضد هذا؟ لا بالعكس، نحن كل احنا قلناها وكررناها مع كل شركائنا الجزائريين، والتقينا كثير منهم من شركاء سياسيين واجتماعيين ونقابيين، وكنا دائما كل من يسعى إلى تغيير هذا النظام بتغيير جذري، تغيير نظام ككل ليس جناح داخل النظام، لأن هناك من يلعب على كلمة بوتفليقة، أو تغيير نظام ككل وتغيير جذري وتغيير بطرق لا عنفية، مهم جدا. نحن نرفض العنف في المطلق، لا يمكن استخدام العنف. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فنحن ندعم أي اتجاه، مسيرة، مظاهرة، احتجاج، عصيان مدني، نحن موجودين فيه أوتوماتيكيا إذا شئت. ونحن ابتداء عندما بدأ الحديث على هذه المسيرة، نحن اشتغلنا لسنوات على هذا الموضوع، لكن عندما بدأت هذه الإخوان يلتقون في الجزائر قلنا لهم
على باخرة لا نحن لكن معكم. أستاذ محمد، ألا يمكن التغيير من داخل النظام، خصوصا وأن الرئيس بوتفليقة خلال خطابه يوم الخميس الفارط يعني قدم مجموعة تنازلات، قدم اتخذ مجموعة قرارات، هناك وعد أيضا يعني قرارات آنية، ثم هناك أيضا وعد بالإصلاحات، ومما قد يعني يبين أنه يسحب البلاط من تحت أقدامكم، وأنه هناك إمكانية للإصلاح من داخل النظام، هل هذا ممكن؟ بالعكس، هم قال لك إذا حبيت تدعي لواحد قول الله يسلط عليك مخك. يعني النظام الجزائري يبدو أنه سلطوا عليهم مخاخ اللي يفكروا لهم، فإذا بهم يزيدوا يغرقوهم أكثر. شوف، هناك كما قلت عدة طرق لتغيير الأنظمة، لكن في بلدان العربية للأسف هذا الإصلاح من الداخل أو الإصلاح باسم النظام يقوم بإصلاحات ثبتت أنها دائما تأتي قشورية مكياجية كوسميتيك زي ما يقال، لا معنى لها أولا. لكن الوضع الآن تغير، ما يحدث في ما حدث في تونس وما يحدث في مصر جعل كثير من 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 الدول العربية تتخذ إجراءات لفائدة الإصلاح، فبمعنى أنه يمكن أن تتغير الأوضاع، تسير إلى أحسن بدون هذه الثورة عن طريق الإصلاحات من الداخل. يعالجون السرطان بالأسبرين، هذا ما تقوم به، ما أعلنوا في الجزائر وفي سوريا وفي البحرين، أرفع شوية الأسعار، أرفع الأجور هنا، خفف التدفئة هناك، خف ما تزيدش ترفع الأسعار تاع المواد. ليس هذا هو ما يريد الشعوب، هم لا يفهمون، هم يعتقدون أن الشعوب تزحف على بطونها وتريد. نعم، الأكل والبطن والأمن والبيت هذا مهم جدا للإنسان، لكن الشعوب تريد الحرية، تريد الإنسانية، تريد الكرامة، تريد العزة، تريد أنت يبدو أنك تخرج، أنت تمشي في بريطانيا هنا وتخرج وأنت متأكد أن ما يجيكش شياطين الإنس والجن يخطفوك، ما يعرفكش، ما تعرفش وين تروح، أنت عارف اللي فيه قانون، أنت عارف إذا ظلمك واحد تروح عند القاضي وأنت متأكد أنه اللي عنده حق ياخذه. الناس تريد هذا، الناس تريد الحقوق والحريات. الجزائر فيها قضاء فاسد، يقال أنه مستقل، فيها صحافة، لا تستطيع أن تنكر أن الصحافة في الجزائر تتحدث بكل حرية، تنتقد الرئيس نفسه، هذا لم يكن موجودا في فترة من الفترات في حتى في مصر، وهي يعني نعرف كلنا مدى حرية الصحافة فيها. هذا يشبه ما كان يقال لنا أن بن علي حقق كذا وحقق كذا، وأن تونس هي السباقة، وأن التنمية مشت إلى مانيش عارف قريب تولي سويسرا تونس وكذا، وبعدين كشفت أنها كانت أكاذيب، كانت دعاوي فارغة، كان كلام لا معنى له، وأن هناك عصابة حقيقية اكتشفها التوانسة وسماها عصابة طرابلسية هي اللي كانت مسيطرة على البلد وما جاورها من عصابة بن علي. في الجزائر هناك صحافة تكتب، نعم تنتقد، نعم، لكن في إطار خط أحمر لا تخرج عنه. من هو هذا الخط الأحمر؟ المخابرات، جنرالات الجيش لا يكتبون عنهم ولا يتحدثون عنهم ولا يذكرونهم بأي شيء، استثناء من حين لآخر بعض الصحفيين الشرفاء يمرر عبارة هنا وعبارة هناك. لكن أنت في الجزائر سب الرئيس، سب رئيس الحكومة، سب من شئت، سب الخالق عز وجل، سب الملك، سب النبي، سب من تشاء، لن لكن احذر أن تتحرك وتتكلم عن قلب النظام، المخابرات الجزائرية الدارس، هؤلاء هم قلب النظام. وهذا رئيس دي ار اس، هذا رئيس مخابرات، يوجد في منصبه منذ 1990، اسمه الجنرال محمد مديان، كان عقيد والان هو فريق. منذ 1990 تغير 5 رؤساء دوله، 12 رئيس حكومه، مئات الوزراء، وهو ما زال في نفس المكان في نفس المنصب، ومعه 18 جنرال هم القوه الضاربه والقوه الحقيقيه والحكومه الحقيقيه، البقيه شكل مدني كوسميتيكي يقدم أمور إدارية إذا شئت. نعم سيدي، معنا مكالمة هاتفية، معنا الأستاذ فضيل بومالة، وهو كاتب وصحفي وناشط حقوقي أيضا وعضو التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية. أستاذ فضيل، أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. نعم سيدي، أنتم اجتمعتم يوم أمس، لو تعلمنا لو سمحت ما هي القرارات التي خرجتم بها من اجتماعكم في يوم أمس؟ اجتماعاتنا مفتوحة بصفة دائمة، وتدور حول قافل مشترك يجتمع عليه الجزائريون من مختلف الأطياف ومن مختلف الاتجاهات ومن مختلف المرجعيات السياسية والثقافية. هي مبدأ القطيعة النهائية مع النظام الحاكم من حيث سلوكاته ومن حيث ذهنياته ومن حيث ثقافته ومن حيث أيضا جيله، وكذلك الأمر بالنسبة لنظام الحكم كسلطة حاكمة. السلطة الحاكمة أصبحت تعني الفساد، تريد تدير البلد بالفساد،
السلطة الحاكمة تعني العائلات، تعني الجهوية، تعني أيضا الكذب المؤسساتي، وتعني قمع الحريات الفردية والجماعية، تعني خرق الدستور، تعني أيضا خرق القوانين وما إلى ذلك. إذا بالنسبة إلينا الشعار الأساسي والمنطلق الأساسي لحركتنا والتي يمكن أن تلتقي مع حركات مختلفة هي مبدأ القطيعة النهائية مع النظام ومع سلوكات السلطة الحاكمة التي تتلخص الآن منذ سنة 1999 في رئيس الجمهورية والذين أتوا به من المؤسسة الأمنية الجزائرية. وهذه الفترة منذ 1999 إلى اليوم في خلال 11-12 سنة في الحقيقة البلد عرف فيها أعلى مستويات الفساد في التاريخ الجزائري كله منذ ماسينيسا إلى اليوم. نعم سيدي، أنتم إذن تطالبون يعني بقطيعة نهائية مع النظام وترفضون الإصلاح من الداخل، هل يمكن يعني أسألك لماذا رفضتم اقتراح وزير الداخلية؟ يعني وزير الداخلية قال بإمكانكم أن تجتمعوا وتقولوا ما تريدون في القاعة البيضاوية في العاصمة لأن الاحتجاج في شوارع الجزائر العاصمة ممنوع. أولا لأن قرار وزير الداخلية وأيضا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية حينما اجتمع في مجلس الوزراء في الحقيقة هما قرارين مخالفين للدستور ويمسان في الجوهر، يمسان بالوحدة الوطنية، وكذلك الأمر يمسان بالحريات الفردية والجماعية. وأهم نقطة في هذه الباب هي مسألة الوحدة الوطنية، لأن السلطة تعتبر الجزائر العاصمة هي المركز وتعتبر الجزائر الأخرى عبارة عن هامش، بمعنى أن الذي يهم السلطة هو عزل العاصمة الجزائرية عن باقي الجزائر. ونحن نقول العاصمة الجزائرية عاصمة لكل الجزائريين، للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري، وليست عاصمة السلطة الحاكمة يعني بوتفليقة أو المؤسسة الأمنية من الذين يمثلونها منذ 1999. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نرفض ذلك لأن إذا كان أهل العاصمة يريدون أن ينتفضوا أو يريدوا أن يعبروا عن أنفسهم بمشيئة، هل نطلب منهم أن يخرجوا من العاصمة ليذهبوا إلى ولايات أخرى ليعبروا عن أنفسهم بكل حرية؟ هذا أمر هراء، هذا ارتجال، وهذا سلوك لا يمت بصلة لثقافة الدولة. والنقطة نعم. الثالثة سيد فضيل، لو سمحت كيف تفسرون عدم مشاركة الأحزاب الكبرى في هذه يعني فيما تدعون إليه من مسيرة ليوم السبت؟ بالنسبة إلينا كل الأحزاب صغرى، الحزب الوحيد في الجزائر هو رد الفعل الطبيعي للشعب الجزائري، وبالتحديد 70% من الشعب الجزائري هو نسبة الشباب العالية في الجزائر، الشباب هم الحزب الأكبر في الجزائر. الأحزاب إن كانت كبيرة أو ما تسمونه أنتم بكبيرة وتساند السلطة أو تدور في فلك السلطة فإنها صغيرة صغر السلطة، وإن كانت هذه الأحزاب لديها ما تقترح للشعب الجزائري فأين كانت من مدة طويلة؟ إن هذه الأحزاب لا يمكن تحليلها من وجهة نظر علمي الاجتماع والسياسة إلا داخل نسق السلطة في حد ذاته، وهي أيضا يجب أن تذهب من حيث بنيتها ومن حيث ثقافتها لأنها مرتبطة كلية بثقافة سيد فضيل أنتم تصرون بإصرار شديد على مواصلة هذه المسيرة وهذا الاحتجاج، والحكومة تصر على عدم إعطائكم ترخيص، هل تتخوفون من الانزلاق إلى العنف يوم السبت؟ النقطة الأولى، نحن لا نصر فقط على المسيرة، أهم من المسيرة أننا نصر على استرجاع رمزية الدولة ومن السلطة. لكن إذا استخدمت السلطة العنف، إذا استخدمت الحكومة العنف، هل ستردون بالمثل مثلا؟ ونصر على استرجاع حرياتنا. أما إصرارنا يوم السبت على المسيرة لأن مسيرتنا سلمية، واحد. ثانيا، مطلبنا مطلب دستوري. ثانيا، ثالثا، مطلبنا يسير وفق القوانين الجمهورية، والسلطة هي التي تمارس العنف بخرقها للدستور، تمارس العنف بخرقها. نعم، إذا ما مارست السلطة العنف، إذا ما مارست السلطة، عفوا أستاذ فضيل، إذا ما مارست السلطة العنف هل ستردون بالمثل؟ هل هناك تخوف من الانزلاق في العنف كما حدث سابقا مثلا أو حتى بأقل درجة؟ لا أعتقد أن هنالك من عنف، ونحن نعتقد أن السلطة أصبحت هرمة، أن السلطة قد شاخت، أن السلطة ترتجل أكثر مما سبق، وأن السلطة ليس لديها أي بديل. نحن نقدم لها وجهة نظرنا كمواطنين يريدون التعبير عن رأيهم
بكل حرية وبكل شفافية وأيضا بكل سلمية، هي مسيرة سلمية مطلقة في السلم. نحن نريد أن نشتغل في الشفافية بينما السلطة تدفع بالمجتمع إلى السرية. نحن نقول لها نحن نحترم الدستور ونحترم القانون، أنت خارجة عن القانون لن نسكت عنك. إذا نحن مصرون على دفاعنا المستميت عن قيمنا، عن حريتنا، عن وجودنا الفردي والجماعي، وكذلك عن ثقافة الدولة الحقيقية وثقافة المؤسسات الحقيقية التي تنتهكها السلطة كل يوم. نعم سيدي، أنت تتحدث بثقة تامة، يعني بثقة تامة فيما يخص المطالب والمطالب الشعبية. ماذا تتوقعون؟ يعني هل تتوقعون أن تكون الأعداد كبيرة جدا، خصوصا وأنك تتحدث بهذه الثقة عن مطالب الشعب الجزائري؟ ما هي توقعاتكم للأعداد التي ستكون في الشوارع؟ اسمح لي أن أدقق المفهوم. نحن لا نطالب السلطة بأي شيء، نحن نضع أنفسنا فيما بعد السلطة، نحن أهم من السلطة. السلطة بالنسبة إلينا أصبحت لا تعني أي شيء من حيث خرقها للقانون وخرقها للدستور. وحركتنا ما هي هذه المسيرة يوم السبت يوم 12 التي ندعو إليها كافة الجزائريين والجزائريات، ما هي إلا بداية في حراك عام للمجتمع لاسترجاع حريته وإعادة الاعتبار لاستقلالنا الوطني والقومي. نحن لا نطالب السلطة بأي شيء، لأن السلطة أهل السلطة والحكام سلطة صم بكم عمي فهم لا يفقهون، لأن السلطة في قطيعة مطلقة مع المجتمع. نحن لا نطالب من السلطة أن تقوم بأي شيء إيجابي، لأن الذي أفسد لا يمكن أن يكون مصلحا، وبالتالي نحن نضع أنفسنا بعيدا في سقف أعلى من سقف السلطة، لأننا نمثل هذا المجتمع الحي الذي يريد أن يعبر عن نفسه بكل حرية وبكل تعدد واختلاف وبكل ديمقراطية، من أجل بناء دولة حقيقية، دولة المؤسسات والقانون، بعيدا عن هذه السلوكات المافيوية، بعيدا عن هذا القهر، بعيدا عن الدولة البوليسية. لن نسمح لأي أحد أن يحاول ممارسة العنف علينا. نحن كلنا مسالمون، كلنا ندافع عن السلم، كلنا ندافع عن حقوقنا السياسية والمدنية. نعم أستاذ فضيل، نعم وصلت فكرتك، شكرا جزيلا لك أستاذ فضيل بومالة، الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي وعضو التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، حدثتنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد العربي أعود إليك، يعني هناك إصرار واضح، ألا تتخوفون أنتم أيضا من الانزلاق إلى العنف؟ يعني الجزائر شهدت عشرية سيئة جدا، لا نتحدث هنا عن من المتسبب فيها، المهم أنها حدثت بسبب رفض طرف. ألا تشعرون أنه قد تتهمون بأنكم تأخذون البلاد إلى منزلق العنف؟ هذا نفس الكلام اللي قيل إلى التوانسة وقالوا الرئيس في حد ذاته، وأنا سمعته في خطاب. نعم. ونفس الكلام اللي يقوله الآن مبارك، يقول أنه بعد الفوضى وأنه كذا، لكن احنا شفنا أن التوانسة قاموا بثورة وأسقطوا طاغية من كبار الطغاة اللي الناس كانوا يحلموا، كانوا لا يصدقون أن هذا سيذهب يوما أو ربما حتى سيموت يوما، وكلفهم ذلك أقل من 250 شهيد. نحن حد الآن دفعنا 200 ألف جزائري قتل، وهذا رقم رسمي، 200 ألف، ولا زال هذا النظام. تعرف لماذا؟ لأن هناك من خدع من أن العنف ليس النظام، مصدر العنف، قلب العنف، الذي يحرك العنف، الذي يجدد العنف، الذي يبعث العنف هو النظام القائم، لأنه لا يستطيع أن يبقى يوم واحد إذا لم يمارس العنف أو إذا لم يخلق مجموعات تمارس العنف، ويسميه هو إرهاب ويدخل المجتمع في ذبح المجتمع. ذبحونا بالإرهاب، ذبحونا بالجماعات الإرهابية، ذبحونا بأتم معنى الكلمة. العنف الآن ثبت من التجربة التونسية والمصرية، ونحن نشاهد على المباشر أنه مصدره هي هذه السلطات الفاسدة المستبدة، هذه العصابات المتحكمة. الآن ثبت أن أجهزة الأمن ليست أجهزة أمن، هم بلطجية، هم قمعيون، هم قتلة، هم سراق، نراها الآن علنا، شفناها في تونس، شفناها في مصر، وكذلك شفناها في الجزائر. في 5 جانفي الماضي كانت هناك مظاهرات، ولكن كان الأحداث في تونس فغطت عليها، وشاهد مظاهرات الناس، صورت أجهزة بوليس ومخابرات صورهم يسرقوا في مراكز، منهم سامسونج، شركة سامسونج وأدواتها، صوروهم يطلقوا في مساجين باش يعملوا فوضى، صوروهم. مصدر العنف ومصدر الفوضى هي هذه الأنظمة الحاكمة. نحن شعوب تطلب التغيير سلميا، وتطلب الشعوب تغيير بلا عنف وأنا أتحداهم
أن يجدوا أي عنف من عند هذه الشعوب. رأينا الناس في التحرير الآن 3 مليون 4 مليون في مصر، ليس هناك عنف، بينما البلطجية قاموا 10,000 خربوا مصر. لا، العنف يخدم النظام ويبقي النظام ويزيد في حياة النظام، ولذلك يريد النظام دائما أن يبقى على حد من العنف أو التخويف بالعنف وبالفوضى. كانوا من قبل يقولون بعدنا الطوفان، الآن يقولون بعدنا الفوضى أو بعدنا الطالبان. أنا ألاحظ أنك تقارن دائما بين ما يحدث في الجزائر أو الأوضاع في الجزائر وفي تونس ومصر من ناحية أخرى. نعرف أن الثورة في تونس انطلقت، أو الاحتجاجات بداية كانت احتجاجات انطلقت في نفس الوقت الذي انطلقت فيه احتجاجات في الجزائر، ولكن تواصلت في تونس في حين أنها همدت في الجزائر وخمدت، ويعني نعرف ما حصل في تونس وما حصل في الجزائر. يقول البعض أنه الوضع في الجزائر أحسن كثير، الجزائر دولة غنية، الجزائر بالتنمية أحسن، فيها أشياء كثير، يعني فيها حرية صحافة، يعني حتى على المستوى البنى التحتية الجزائر أحسن، ولها أموال يمكن بسهولة أنها تهدئ الشعب من خلال اتخاذ قرارات. ما هو رأيك في هذا؟ أنا مرة أخرى نرجع لكلمة حرية الصحافة، من فضلك هذه ما نتكلموش، هذه راهي كلمة فيها كذوبة كبيرة. وأنا قلت لك هم أحرار في الإطار اللي ما يمسوش به الحاكم الفعلي، والحاكم الفعلي هم جنرال الجيش ومخابراته، أما الباقي فيسب كما تشاء. أما فيما يخص هذا عذر أقبح من نذر كما يقال، هذه كارثة أكبر، لأن الجزائر أغنى من الجزائر حقيقة أغنى من تونس طبعا، وأغنى من مصر. الجزائر أكبر من تونس مساحة 19 مرة، وأكبر من مصر مساحة مرتين ونصف. نعم. والجزائر دخلها مصر وتونس ومانيش عارف دول أخرى، وربما توصل في دخل الجزائر، وهذا اللي يزيدنا حزازة. أننا عندنا المليارات، عندنا 160 مليار دولار رسميا هم يعترفوا به في خزائن الدولة، 160 مليار دولار، ومع ذلك عندنا ملايين يعيشون في القصدير، في بيوت القصدير، يعني هذه اللي يسموها بيوت الصفيح. وعندنا ملايين لا يجدون شغل، وعندنا مئات الألاف من المتخرجين لا يجدون شغل، وعندنا ملايين لا يجدون ما يأكلون، وعندنا بلد حولوه وكأنك في غزة والله كأنك في العراق. والله هناك شوارع في غزة خير من شوارع العاصمة في الجزائر الآن، أرجعوها دشرة بأتم معنى الكلمة، العاصمة اللي كانت يضرب بها المثل في جمالها وفي بياضها. يعني هذا من باب أولى النثور، لأن احنا أغنى، إمكانيات أكبر، لكن عندنا نظام. أنا لا أقارن بين الأنظمة، هي كلها عصابات مجرمة، لكن إجرام عندنا إجرام دموي أدى إلى مقتل 200,000 قتيل. وبالتالي اللي قدموا هذا الدليل في الحقيقة هو ضدهم وليس معهم، وهو أن هناك أكثر. ولكن أنا عندما أذكر تونس ومصر، أنا صراحة أنا صاحب قضية ثورة في العالم العربي كله، فأينما كانت الثورة فأنا معها وصاحبها وأدعو إليها. دعني أولا أسألك، أنت قلت أن نريد أن نثور، يعني هذه تخطيط للاحتجاجات يوم السبت اللي هو سيكون مجرد احتجاجات لطلب طلبات معينة، أم أنتم ستدخلون في الثورة مباشرة يعني من عشية وضحاها؟ الأستاذ فضيل بومالة الذي نقول له كل احترام وتقدير قال لك نحن لا نطلب، نحن لا نطلب، جزائريين لا يطلبون. الذين يذهبون إلى هذه المسيرة في الجزائر وفي عواصم كثيرة، بما في عواصم عربية وأوروبية، بما في عاصمتكم في تونس، لأن ما شاء الله الآن نستطيع أن نتظاهر في تونس، هذا كان حلم أن يتظاهر الجزائري في تونس. نحن لا نطلب، نحن نتحرك للقول على هذا النظام أن يرحل. أخواننا المصريين كان الشعار رائع، الشعب يريد إسقاط النظام حقيقة، والنظام ككل في الجزائر، مش بوتفليقة. احنا مشكلة مش بوتفليقة، المشكلة مش فلان أو فلتان، احنا مشكلتنا هي خليط من العصابات المدنية والعسكرية اللي تقاسمت الأدوار، وهي تعبث بالبلاد بدولة بجزائر الثورة، جزائر الجهاد، بجزائر التضحيات. نحن قدمنا الملايين من تضحيات باش يحكمون الآن عملاء ومجرمين بكل المقاييس، والله ما فيها كلمة مبالغة. نحن الآن الثروة الجزائرية اللي تقدر بمئات الملايين من الدولارات في يد أقل من 1% من الجزائريين، والآخرون يعيشون في ظروف بائسة وصعبة، أو على الأقل في ظروف مش سهلة حقيقة. سيدي ماذا تخططون؟ يعني هل سيكون مجرد الثورة تسجيل، ليس فقط تسجيل موقف أننا موجودون وأن لا، احنا عندنا في الجزائر حتى كاين غنية يقول كذي يعني بداية. تتكلم بثقة كبيرة، ما هو مستوى وزنكم في الشارع، وزن هذه الجمعية؟ شوف، ليس هناك وزن لأي حركة أو جمعية أو حكم، هناك اليوم القول للشارع.
يعني أنت متفائل جدا بالحركة. إذا كان الناس إذا كان تغيير حدث في تونس ألا يعقل يحدث في الجزائر؟ لماذا فشلت في البدايات يعني؟ فشلت في البدايات أقول لك واثق جدا لثلاث أسباب. نعم. أولا لأنهم يذبحوا فينا بالإرهاب، لأن هناك جماعات مسلحة هم يغذوها بطرق أخرى ويقولوا كل ما يتحرك الشعب يقولوا الإرهاب. لا زالوا يفعلون نفس الشيء. الدماء. لا لا عندنا احنا طبعا لأنه استمر الجماعات هذه استمرت يستطيعون يفعلوا نفس الشيء سيفعلون وبدأوا من الآن. السبب الثاني لأن هناك كثير من الجزائريين اللي مروا بالسنة التسعينات يقول لك والله الأمر كان صعب جدا، يخوفوهم يقول لهم سنعود إلى العشرية الحمراء. العشرية الحمراء اللي قام بها هو النظام واللي فعله هو النظام واللي ردت عليه الجماعات سواء كانت محقة أو مخطئة كارثة. إذا أردنا أن لا نعود للعشرية الحمراء، إذا أردنا نتخلص، إذا أردنا أن تعود جزائر قوية، جزائر الجزائريين ككل، جزائر الحريات الحقوق، فعلينا أن نتظاهر سلميا. نحن لا نرفع حجر واحد، نحن ضد أن ترفع حجر واحد، لكننا سنتظاهر وسنذهب حتى إلى العصيان المدني إذا كان ذلك ضروريا لنسقط هذه العصابات. كم لو تعطيني يعني إجابة العدد الذي تتوقعون نزوله للشارع؟ هل تتصورون يعني العصيان المدني يحتاج إلى جماهير كبيرة؟ شوف إذا قلت لي في الجزائر ككل عصيان مدني سلمي، أنت طبعا تتحدث عن عصيان مدني سلمي طبعا. نعم. عصيان مدني ومدين وسلمي. العدد الذي تتوقعون إذا تحدثنا عن الجزائر ككل سيكون هناك عدة مئات من الآلاف في الجزائر، في الجزائر الجمهورية، في الجزائر الجمهورية. ربما يتجاوزون 3 مليون. إذا تحدثنا على العاصمة فنحن نتوقع في البداية برغم التخويف الشديد والضغط الشديد والآن راح يقطعوا المواصلات للعاصمة وحتى قالوا أنهم راح يطلبوا من التجار باش يغلقوا، نحن نتوقع على الأقل أكثر من 100,000، ربما يزيد عن 200,000 وهذا في العاصمة وهذا كبداية. أنت المظاهرات اللي بدأت في تونس ومصر في البداية بدأت بمئات. نعم. نحن نتوقع الآن قد نبدأ بعشرات الآلاف وربما بمئات الآلاف في العاصمة وحدها. إذن نحن نعيش أجواء الثورة المصرية هذه الأيام، وأعتقد أنه من الموضوعي أن لو تقارن بين يعني ما يحدث في مصر وهل يمكن استنساخه بالجزائر، أو يعني مقارنة مثلا، أو أنه الجزائر لا حالة خاصة لا يمكن استنساخ الوضع المصري الحالة المصرية أو الحالة التونسية، إنما له وضعه لها وضعها الخاص. في دقيقة ونصف أو دقيقتين على أكثر. شوف احنا حدثت الثورة الشعبية شبيهة بما تونس ومصر في 88 بعنا قبل 23 سنة، لكن للأسف فيما بعد خطفت، ولذلك أنا لا أريد للثورة التونسية والمصرية أن تخطف وأن يعود النظام الذي يخرج من الباب يعود من الشباك. ومن بين أهم النقاط اللي لابد على الثورة التونسية والمصرية في اعتقادي أن يلجأوا إليه هو تصعيد نوعي في ثورتهم، بمعنى أن يذهبوا إلى العصيان المدني. أنا أقول العصيان المدني وأذكر بعض النقاط. مثلا اليوم في مصر لو كنت في قيادة الحركة اللي راهي تقود الآن الثورة، نطلب من الناس أن يتوقفوا عن دفع الإيجارات للحكومة، وأن يتوقفوا عن دفع فاتورات الكهرباء وفاتورات الماء وفاتورات الغاز وعن دفع الضرائب، التجار لا يدفعون ضرائب. علينا أن لا ندفع شيء لهذه الحكومة لأنها ساقطة شرعيا، وهناك نقاط أخرى طبعا في العصيان المدني لكن هذه من بين النقاط. وعليهم أن يتوجهوا إلى مراكز تلفزيون حيث مركز بث الدعاية الإجرامية من للعصابات، لابد أن يحاصروا حتى لا يبقوا محاصرين في ميدان التحرير. وبالنسبة لإخواننا التونس أنا كنت سعيد جدا أمس بالمظاهرات اللي كانت ضد الولات في 10 ولايات. عليهم أن يستمروا في التظاهر ضد كل واحد معروف أنه فاسد وكان مرتبط بالعصابة الحاكمة، وإلا سيحدث لكم ما حدث لنا في أكتوبر 5 أكتوبر 88، أخرجناهم من الباب وعادوا من النوافذ متسللون. أستاذ محمد عربي زيتود، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا لهذه الحلقة للجزائر التغطية الخاصة. أشكر أيضا الأستاذ فضيل بومالة الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي، كان معنا من الجزائر. أعزائي المشاهدين، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير.